كنقول لك حنا في انطلاقه الصفر. شي واحد اخر غادي يقول لكم لا، ملي غادي نناقشوه ويرجع برا ونوزعوه، لان هذيك واحد النهار غادي توزع غتبان. كيفاش وصلت لكم هذه الخبره؟ واش هي في صالح بوشيرين؟ هذه الخبره في صالح الحقيقه، والحقيقه عمرنا ما استرناها من الشعب، من الشعب المغربي من النهار الاول. وانا كنقول لكم ما كاين حتى شي فيديو، ما كاين والو. وشنو الرد عليك؟ وشنو الرد تقريب الخبره ملي ما كاين حتى شي فيديو؟ هذا سؤال كيطرح من السؤال السابق. ما كنظنش ان الدفاع ديال بو 20 يقول هذا الكلام. ايوا وضبطي كلامك الاستاذ، اللي كيوقع هو هذا اللي كيوقع، هذا اللي قال، هذا اللي قال لك الكلام ما ضبطش كلامه، بحال انت ما ضبطتيش كلامك ملي قلتي الدفاع ديال بو 20. الدفاع المشكله وهذيك غير زلت لسان. المشكله ان كاين بزاف ديال زلت لسان في هذا الملف هذا مع الاسف، مني وجبد طلبص. لا فينيا، انت اللي كنت لاسباب تكتونونوس. كريم ما كنت نقول للردائف عوض ما نقول الكلمه الاخرى. استاذ بصراحه، استاذ بصراحه، لا لا والو والله والله استاذ بصراحه، اقسم لك بالله ان رجعنا النقطه الانطلاقه، رجعنا النقطه الصفر. ومؤسف ان انسان يبقى في الحبس 6 شهور باش نرجعوا لنفس الكلام. يوشك في مصداقيتي وصحتي الفيديوهات. ولكن هما كيقول لك كقراءة أولية أن الفيديوهات صحيحة من ناحية ما عرضة وما كاين داخل الخبرة في التقرير اللي نجز، كقراءة أولية مجموعة كاين 65 فيديوهات صوروهم، ما نعرفش شكون اللي صوروهم، ما جاتش الحجة أن توفيق بو 20 هو اللي صورهم، ما كانش الحجة أن توفيق بو 20 فيهم كاين فيهم، ما كاينش الحجه بانه هذوك الفيديوهات عمليه مرتبطه بالتجار في البشر، ما كاين حتى شي حجه. كاين اللي قلنا النهار الاول، حتى انا دابا يمكن ندير اي فيديو على من ما بغيت وندير اللي بغيت، ولكن المهم هو حنا لازلنا الان في الليله اللي المحكمه شكت في الفيديوهات وامرت بالخبره ما جاوبتش، ما قدرتش تجاوب على المطالب ديال المحكمة وبس.